عليه الا واحد واثق من نفسه، واحد يقدح من راسه زي ما يقولون. تستمع يا عمري تستمع. ولا اخترت من هالمجموعه دي كلها شخص اساله غيرك، تدري ليش؟ اي ليش؟ لان اول شيء انت حبيبي. تسلم والله، تسلم يا عمري، عمري انت تسلم حبيبي. ثاني نقطه ان انت فيك صفات يعني ما تستحي. اي يعني صريح. اسال. اي اسال. شو اسم امك؟ استعلى وجهك. ايش تبي اسمي؟ هذا كلام ده اسال عادي مثل الناس. حب استطلاعه ابي اعرف اسمك. لا مالك شغل تسال عن اسم امي ولا تحق تعرف اسم امي. حب استطلاع بس. لا بس اقول معك مو بكفو. افا مو بكفو انك ادمك. فيك معصب عادي سال نوكي بس. هذا السؤال، هذا السؤال تسعى وجه. يا سفيه السفاه. افا. يا ردي الرداء. افا. سفيه. سفله. افا. سالتني مره ثانيه عن السؤال بالعقال عرفت؟ يا اخي مو بعيب، مو بعيب. كل كل ما شفتك بقول لك شو اسم امك عشان بالعقال لو يكون عقل. تعال يا عادل. عادل وين تنزل لك؟ افا مكفوك. تعال تعال ابيك تعال. طيب تعال 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 دقيقه. تعال 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 تعال. اقعد اقعد اقعد. ايش تبي؟ اقعد اقعد. عندي لك هديه. والله لو تقول لي 10,000 ما اجيب اسم امي. 11,000 ولا 20 ولا مليون ما اجيب اسم امي. خير ترى انا اعرف ام اسمه معادل اعرفه. احنا بيننا قرابه احنا. قرابتك؟ لا لا بقول بقول اسم ما يا اخوي. لا تشي. لا صدق بيننا قرابه لك ما تقول الاسم. طلبتك انا قادرك تقدرني شوي. اي ما عليه خلاص. خير ترى انا اعرف ام اسم معادل اعرفه. احنا بيننا قرابه احنا. طلبتك؟ لا لا بقول بقول اسم ما يا اخوي. لا تشي. لا صدق بيننا قرابه لك ما تقول الاسم. طلبتك انا قادرك تقدرني شوي. اي ما عليه خلاص. ابيك تجلد بمعاذ في الشعر اللي ذاك اليوم يوم ابو معاذ اقدر فيه. اسم امه يا جماعه الخير. اجلد بمعاذ في الشعر. تحملني ابو معاذ. ابي اللي ذاك اليوم جبان الجبناء. ابو معاذ اسم امه ترى. لا بس يا يا سفلة السفلاء على وجهك. متردي نطيحه. سلام. اسمح لي على ابو معاذ انا ما ودي.